جيدة، مرحبا بك سيد. شكرا لكم، أشكركم على الدعوة هذه. ويحضر معنا السيد زكريا بدرون نائب المجلس الشعبي الوطني، مرحبا بك. أهلا بك عبد الملك. ويلتحق معنا عبر الهاتف السيد طاهر كرامي أمين وطني بالاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، مرحبا بك سيدي. شكرا. أهلا بك. إذن بداية معك سيد كمال ميدون، تأخر ربما صدور نصوص تنظيمية التي يؤدي إلى استيراد العتاد الفلاحي أقل من 7 سنوات له انعكاسات سلبية على القطاع الفلاحي وعلى المستثمرين الفلاحيين، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ هنا رانا خاصة آلة كما التراكتور هذو ولا يعني هذو اللي رانا نستعملوهم يعني في الفلاحة راهم ناقصين بزاف يعني في المارشي. نرجعوا يعني الالات القديمه. نعم. وخاصه يعني كما يقولوا هنا رانا في يعني في زراعه يعني حديثه. وماذا بينا يعني الدوله هذه يعني القرار هذاك اللي يعني قال عليه الرئيس الجمهوريه، ماذا بينا القرار هذاك يعني تاع باش نستوردوا العتاد الفلاحي، ماذا بينا يعني يطبق يعني على يعني في الميدان يعني باش نشوفوا يعني ماذا بينا حتى الفلاح يعني ينجم يجيبوا يعني بالبطاقه بكرت فلاح. نعم. وانا مستنيين من الحكومه هذه يعني من الدوله هذه يعني باش يكملوا في الاجراءات، وخاصه الوقت اللي انا فيه الفلاحه هذه ما تستناش التعطيل هذا. نعم. فلاحه يعني خاصه الفلاحه ما يعني ماذا بينا يعني يكون كل حاجه يعني واجده للفلاح. نعم. فلاح انك يجي الموسم يعني الجني ولا يعني الحرث ولا يعني باش نداو الحقول تاعنا، رانا نصيبوش يعني خاصه الماشينه تاع عدوى، الماشينه تاع عدوى خاصه لابليفار. اسمده. نعم. الاسمده ما نستعملوا الاسمده الادويه. خاصة الأدوية يعني الأمور يعني كما نقولوا الفاكهة. نعم. يعني نتلقاو مشاكل ما نصيبوش الماشينات تاع الدواء. ويعني فرحنا يعني بالقرار اللي قال عليه رئيس الجمهورية. ولكن تأخر التجسيد. تأخرت يعني هذا الشيء يعني تأخر يعني نطلبوا يعني إن شاء الله يكون فيها تسريع في العملية. سيد زكريا بدرون، في كل مرة الجانب التشريعي هناك قوانين تصدر، هناك تعليمات تسدى، ولكن النصوص التطبيقية والتنظيمية اللي كان أكد عليها رئيس الجمهورية في كل مرة أنه يجب أن ترافق القوانين، في كل مرة تتأخر، ويعني المهنيين هم من يدفعون الثمن. يعني هو في إطار تعزيز الأمن الغذائي سيد رئيس الجمهورية لم يقصر في هذا الشأن، وقد أقرت عدة إجراءات وقوانين. نعم. منها الرفع والسماح باستيراد العتاد الفلاحي أقل من 7 سنوات. في بدء الأمر جاء في مشروع قانون المالية سنة 2023 السماح باستيراد العتاد الفلاحي أقل من 5 سنوات، وبفضل جهود واجتهادات السادة النواب وتنسيقه مع ممثلي المستثمرين الفلاحيين والفلاحين. نعم. دافعوا ورافعنا في المشروع الوطني باش نرفعوا هذه المدة إلى 10 سنوات. نعم. وبعد نقاش مع الحكومة مع ممثلي الحكومة اتفقنا في الأخير على تحديد المدة ب7 سنوات والسماح باستيراد العتاد الفلاحي أقل من 7 سنوات. نعم. إذن عبد الملك، هذا الإجراء من أجل رفع الغبنة على الفلاحين ودعم. قبل ذلك سيد زكريا بدرون، الأولوية للحدث، عودة إليك أمير. إذن بدرون، يعني تكلمنا عن أنه النصوص التنظيمية والتطبيقية في كل مرة تكون سبب في تأخير بعض القرارات حتى التي تعتبر ربما على أعلى مستوى من طرف رئيس الجمهورية والوزير الأول أو غيره. يعني هل هناك ربما توجه نحو أنكم يعني ترافعوا من أجل الإسراع في استصدار هذه النصوص التنظيمية ومرافقتها للقوانين لحظة نزولها إلى قبة البرلمان؟ نعم عبد الملك، لطالما كانت هذه النقطة بالذات نقطة إصدار النصوص التنظيمية للقوانين الصادرة للقوانين الجديدة. هذه القوانين التي يقر فيها سيد رئيس الجمهورية خلال إجراءاته الإصلاحية لعدة قطاعات وبكل القطاعات نشهد تأخر كبير في إصدار النصوص التنظيمية والتطبيقية. إذن نحن طالبنا الحكومة بضرورة إلحاق النصوص التطبيقية والتنظيمية بمشاريع القوانين عند إدائها للبرلمان لنكون بالصورة ولضمان التطبيق الحسن لمشاريع القوانين المصادقة عليها بالبرلمان، وكذا تفادي تأخر النصوص التنظيمية والتطبيقية التي تؤثر مباشرة على نتائج الإجراءات التي قرها السيد رئيس الجمهورية. نعم. إليك سيد طاهر كرامي الأمين الوطني بالاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، الأكيد أنه أنتم أكبر تكتل للفلاحين الجزائريين في الجزائر، وتعلمون أن الفلاحون الجزائريون والمستثمرون الفلاحيون يعانون من مشكلة المكننة والعتاد الفلاحي
اللي ربما المتواجد في السوق الوطنية هو المتهالك، هو اللي يعاني من ندرة في قطاع الغيار وغيره، هل هناك أي جديد؟ هل هناك مرافعات على مستوى الوزارة الوصية من أجل تسريع هذه الوتيرة؟ نعم، هل أنت في الاستماع سيد كرامي؟ سنعود إليك من جديد سيد طاهر كرامي. معك سيد كمال ميدون، كما وجهت السؤال قبل قليل، الأكيد أن المستثمرون الفلاحيون في الجزائر يعانون ويتكبدون فاتورة باهظة، ارتفاع في أسعار العتاد الفلاحي، ارتفاع في تكاليف كراء العتاد الفلاحي وغيره. على علمكم هنا كفلاحين يعني ما يخص يعني مستثمرين فلاحيين ولاية بليدة، رانا نتلقاو مشاكل بزاف خاصة في يعني في شراء يعني العتاد الفلاحي، راه كاين يعني لو تعطينا بتقريب أسعار العتاد الفلاحي. كان بالك يعني في 2018 يعني كان بعض العتاد كان يوصل حتى 160 مليون يعني التراكتور، دوك راه يلحق حتى 500 مليون. نعم. الشيء هذا على جال ما ماهوش يتصدر من الخارج. والفلاح هذا راه يعاني هو يعني هو لا يتحمل هذا العبء هذا تاع الاسعار هذه، كاين فلاحين ما ينجموش حتى باش يشروا لي تراكتور. نعم. ومام كاين اللي عنده لي تراكتور كيما يطيحوا لنا امبار حتى ما عندناش باش نصلحوهم، القطع الغيار راه ما كاش. نعم. يعني كاين يعني نقص فادح. يعني ملموس. نعم. يعني ماشي غير يعني في لي تراكتور، حتى كاين لي شني هذو اللي يستعملوهم كيما ولايه بومرداس يعني في الجبال هذوك راهم ما كاش، ان نستعملوا لي شني يعني كاين حتى من السبعينات. نعم. كاين ثاني صح جابوا بعض الخواص يعني في السنوات القادمه القليله الماضيه. نعم. يعني جابوا لنا شي انواع يعني يعني لي شني ولا لي تراكتور هذو يعني دوكا حبسوا يعني التصدير يعني الاستيراد تاعهم، يعني ميم ثاني يعني قطع الغيار تاعهم رانا يعني حابسين، كاين اللي حتى طايحين اون بان يعني مخليهم حتى في لي باركينغ. نعم. يعني ماشي يعني غير ماشي غير يعني في ليشني، حتى في يعني الماشين تاع الدواء يعني باش نستعملوا من الادويه كما كنا قبل نتحدث، يعني والفلاح هذا راه يعاني، وكي يكون يعني هذا الشيء ناقص هذا راه يعني يكون يعني ضعف المردود، يعني ما يكونش يعني نتائج يعني نتائج غير مرضيه. نعم. ان شاء الله يعني هذه هي. نعم. يعني ماشي غير يعني ان شاء الله نطلبوا يعني من الدوله يعني تسرع لنا يعني باش يعني نستوردوا يعني هذا القطاع الغيار مام ثاني يعني اللي تراكتور هذو. نعم. ويعني وان شاء الله يعني بالك يعني حتى يخلوا لنا حتى يعني الفلاح يعني بغى يعني بلا كارت فلاح تاعو يعني يسهلوا هو يلزمهم بيعمل. سنتطرق الى هذه النقطه ربما الى سيد طاهر كرامي عبر الهاتف. سيد طاهر كرامي، الاكيد انه انتم اكبر تكتل للفلاحين الجزائريين في الجزائر، الفلاحون يعانون من مشكل العتاد الفلاحي و غيره من الامور اللي ربما تعطلت بسبب تاخر صدور النصوص التنظيميه. تفضل استاذ. بطبيعه الحال الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين كان من فاوض من اجل الوصول الى قضيه استيراد العتاد المستعمل. نعم. ونشكر السيد رئيس الجمهوريه على قراراته اللي دائما صائبه في اتجاه القطاع. وبما اننا في بدايه الموسم فعلى السلطات العموميه الاستعجال في قضيه قرارات التنظيميه لهذا المجال. نعم. الكل يعلم يعني ما يخفاش على اي انسان، وكما جاء على لسان ضيوفك يعلم بان هناك نقص فادح في حظيره العتاد الفلاحي، ولا نستطيع التحدث عن تطوير القطاع الا عن طريق المكننه، وخاصة أننا نعلم بكل القطاعات أن اليد العاملة ناقصة، وبالتالي وخاصة أن في مشروع القانون المالية 2023 كان نص في المادة 65 على أدرج وأشار إلى قضية استيراد هذا النوع من العتاد. لا. وبالتالي فإذا كان كنا خاصة ونحن في يعني وضع عالمي حساس جدا لقضية التغذية، ونحن في حاجة إلى توسيع الرقعة، ونحن نتكلم ونتحدث عن ما يسمى بالفلاح لازم يتبع المسار التقني، المسار التقني من بين أولوياته والعتاد الفلاحي. نعم. كان على السلطات العمومية مهما كانت الظروف مهما كانت الأمور أنها تعطي الأولوية الأولويات إلى هذه القرارات التي تتعلق بالأمن الغذائي. وقضية العتاد لا نتحدث، احنا كنا نناقشوا خمس سنوات، الحمد لله ان رئيس الجمهورية اتخذ القرار
وصلنا ما بين 10 او 5 سنوات الى قضيه 7 سنوات، هذا شيء جميل جدا. نعم. لكن باش نبقوا ننتظروا الموسم يجيب موسم، والفلاحه ماهيش قطاعات اخرى، الفلاحه لا تنتظر، نحن في حاجه الى حبه قمح، ما بالك اننا الموسم بدا واحنا نعاني نفس المعاناه اللي تعانينا بها في السنوات الماضيه في قضيه العتاد الفلاحي. نعم. على السلطات العموميه مره اخرى يعني ينوندي لو مارشي ناسيونال بالعتاد مهما كانت الظروف ومهما كانت فاتوره هذا العتاد. نعم. لما يكون متوفر في تلك الحاله نتراجع في الامور اللي ما فيهاش يعني لصالح الدوله دولتنا، ولكن ما نخليش الامور هكذا. نعم. كانت على السلطات العموميه كيما اعطت اهميه للامور فتعطيها القرارات، قرار وش هو؟ قرار هو امور تقنيه لقطاع ما او لقطاعات ما انها توجدها باش ننطلقوا في العمليه. نعم. خاصه أن الجانب المالي انه مذكور في القانون الماليه 23 في الماده 65. طيب وصلت الفكرة سيد طاهر كرام إليك السيد زكريا بدرون، باعتبار أنه تمثلون السلطة التشريعية يعني في البرلمان الجزائري مجلس الشعبية الوطني، الأكيد أنه بيان سياسة العمل للحكومة تطرق إلى عدة نقاط من بينها القطاع الفلاحي وأهم إنجازاته بالنسبة للإنتاج الفلاحي وتوجه نحو تحقيق الأمن الغذائي، هل تم التطرق إلى مشكل العتاد الفلاحي يعني تحت قبة البرلمان؟ هو في الحقيقة لم نتطرق في خلال مناقشة بين السياسة العامة إلى مشكلة العتاد الفلاحي. في الحقيقة الدولة أقرت عديد الإجراءات في سبيل تعزيز الأمن الغذائي وتطوير السياسة الزراعية والفلاحية بالبلاد، كما قلنا منها إقرار استيراد وسماح الاستيراد الشخصي للفلاحين للعتاد الأقل من 7 سنوات. أيضا الدولة دعمت الفلاحين من خلال تسهيل إجراءات حفر الأبر الارتوازية وإعطاء رخص حفر الأبر الارتوازية لتوسيع محيطات المساحات المسقية، كذلك الدولة دعمت حصول الأسمدة، الحصول على البذور. نعم بالتأكيد. أيضا دعمت الفلاحين بالكهرباء الفلاحية، الدولة تخصص سنوين أكثر من 10 ملايير دينار اللي هي 1000 مليار سنتيم لإيصال الكهرباء الفلاحية للفلاحين، ايضا تعطي قروض بنكيه كقرض التحدي وقرض الرفيق. نعم. لدعم الفلاح. لكن قلنا تاخر اصدار نصوص تنظيميه لتفعيل الاجراءات المتخذه من قبل السيد رئيس الجمهوريه والحكومه تؤخر في ظهور نتائج، واليوم مشكل العتاد الفلاحي راه مشكل كبير كما ذكر السيد الامين الوطني لمنظمه الفلاحين والسيد ممثل المستثمرين الفلاحين ولايه البوليده. بالتأكيد اليوم التكنولوجيا هي من طورت الفلاحة في العالم وكل الميادين. اليوم العتاد الفلاحي من يساهم في زيادة المردودية الفلاحية. نعم نحن نعلم أن إيقاف استيراد العتاد الفلاحي في السنوات الأخيرة راجع إلى الطريقة البشعة التي كانت تستعملها جهات معينة. نعم. وأطراف مغردة لنهب الاقتصاد الوطني واستنزاف العملة بتضخيم الفواتير وتهريب العملة وكذا. سيد رئيس الجمهورية قرر ترشيد الاستيراد وكذا. إذن اليوم نحن من هذا المنبر ندعو السلطات العمومية للوقوف أكبر على 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 مشاكل الفلاحين خاصة فيما يتعلق بالعتاد الفلاحي. الحمد لله انه القطاع الفلاحي تطور في السنوات الاخيره خاصه في صحرائنا الكبير. الاصلاح الفلاحي اتى بنتائج ايجابيه اذ ساهم في رفع صادرات الجزائر في القطاع الفلاحي الى حوالي مليار دولار. اذا نحن بحاجه الى الوقوف على القطاع الفلاحي ودعمه بمختلف الوسائل منها العتاد الفلاحي بالتاكيد بالملك. سيد شكرا لك سيد زكريا بدرون. إليك السيد كمال ميدون، ربما في كلمة أخيرة، الأكيد أنه أنتم تطالبون باستيراد شخصي للعتاد الفلاحي، يعني هل الفلاح الجزائري بقدراته المالية وبدعم الحكومة له قادر على أنه يقوم باستيراد العتاد الفلاحي وربما في أقرب وقت؟ يعني الفلاح يعني قادر يعني باش يعني يستورد يعني القطاع الفلاحي، كل واحد واش يعني ينجم يستورد على حسب اختصاص تاعو. كاين فلاحين كل شعبه كيفاه، كاين اللي تاع الحبوب، كاين اللي تاع يعني الاشجار. نعم. انا ماذا بينا يعني الدوله تساعد الفلاح هذا وتساعد المستثمر هذا تخليه يعني يستورد، يعني وخاصه لو كان هنا في الزراعه الحديثه، ما ماناش في الزراعه يعني التقليديه كيما هنا، ماذا بينا نجيبوا يعني كيما يقولوا عتاد متطور.
خاصة دوك هنا يعني في يعني في زراعة يعني متطورة ويعني يعني ومدى بين زيد يعني قدرات إنتاجية كبيرة. نعم. إن شاء الله هذا يعني ونكون اكتفاء ذاتي إن شاء الله. نعم. يعني 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 بخلاصة يعني مدى بي يعني الدولة تساعدنا وتسهل لنا يعني باش نصد من نجيبوا الماتريال هذا وخاصة قطاع الغيار رانا نعانوا منه بزاف. ويعني وان شاء الله يعني يكون فيها يعني يعني كنقولوا يعني الدوله يعني تسمع ودون صاغ. يعني نتمنى انه كل التوصيات التي رفعت خلال هذا النقاش تصل الى مسامع السلطات العموميه. سيد كمال ميدون شكرا لك على تلبيه الدعوه. سيد زكريا بدرون شكرا لك على تلبيه الدعوه. سيد طاهر كرامي امين وطني بالاتحاد العام للفلاحين الجزائريين شكرا لك على تلبيه الدعوه. مشاهدينا الكرام شكرا لكم على حسن المتابعه.